يا ويلي، كيف ظهرت هذه اللطخة؟ لن تزول، بشرتي سيئة. ها؟ لنزيلها، لنزيلها بسرعة. بقعة قبيحة، لنزيلها بسرعة. ماذا حصل؟ ما الذي تتوقعه أن يحصل؟ لا أدري كيف ظهرت هذه البقعة على أنفي. ها؟ لقد ذهبت مراراً تحت أشعة الشمس لأشتري لكم ما تحتاجونه. ها؟ الليزر؟ إزالة البقع بواسطة الليزر؟ هذا ما أريده لحل مشكلتي. أريد أن أعرف، هل يزيل الليزر البقعة التي تشكلت على أنفي بسبب أشعة الشمس؟ نعم سيدتي، أرجوك تفضلي. أي مشكلة لديك تتضمن إزالة البقع والشعر وترهل الجلد وحتى التجاعيد؟ نحن نعالج كل ذلك بالليزر. شكرا لك، سنلتقي. ها؟ سأخبر والدي. ما الأمر هذه المرة؟ أمي تريد أن تقطع أنفها بالليزر. حمزة، سأقضي عليك. ها؟ لماذا تحاول التقاط بعض المعلومات؟ أنا أريد إزالة البقعة. على الأقل دعينا نتشاور مع الأستاذ. أبي يخشى على أمواله التي سينفقها. ابق هادئا يا فتى. لطيف أنك قبل كل خطوة تأتي لتتشاور معي. شكرا أستاذ. فقط الأطباء المختصون الذين أذنت لهم وزارة الصحة يمكنهم استخدام هذه الأنواع من الليزر. استخدامها في صالونات التجميل خطير، ومن الممكن أن يؤذي عينيك ووجهك بشدة. ها؟ هل تعني أنه يتوجب علي أن أتعايش مع هذه البقعة إلى الأبد؟ لا تقلقي، أفضل خطوة هي أولاً زيارة طبيب مختص. صحيح، وهذا أول ما خطر في بالي.